السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، في حلقة جديدة التي سنتطرق إن شاء الله من خلالها إلى طريقة إزالة حساب أوتلوك أو حساب هوت ميل بطريقة سهلة جدا. سنقوم بحذف هذا الحساب نهائيا بطريقة رائعة جدا أو طريقة سهلة. كل ما عليك فعله أن تقوم بالدخول إلى حسابك الذي تريد أن تقوم بحذفه. أول شيء يجب عليك أن تقوم بمعرفته، يجب أن يكون هذا الحساب ليس مرتبط بأي حسابات خاصة بك حتى لا تفقد هذا الأخير أو تفقد بعض الأشياء التي تم متعلقة بهذا الإيميل. جيد، الآن كل ما عليك فعله بعد أن تقوم بالدخول إلى الإيميل الخاص بك، ستذهب مباشرة إلى الاسم الخاص بك أو الصورة الخاصة بك، تنقر على هذا الخيار. بعد ذلك تنقر هنا على أفيشاج أفيشي لكومب. مباشرة بعد ذلك سيعطيك هنا مجموعة من المعلومات المتعلقة بحسابك، تذهب مباشرة إلى الأمان، تقوم بالنقر على هذا الخيار الخاص بالأمان. جيد، بعد ذلك تقوم بالنزول إلى الأسفل، ستجد هنا هل انتهيت من الأساسيات؟ استكشف مزيد من الخيارات الأمان. ستنقر هنا على المزيد من خيارات الأمان، نقوم بالنقر عليها. جيد، بعد ذلك هنا كما تلاحظ معي هنا يطلب مني أن أقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بي. هنا سيطلب منك إذا كنت قد قمت بإضافة رقم هاتف أو بريد الاحتياطي، سيطلب منك أن تقوم بكود حتى يتم تتمكن من الولوج إلى الصفحة الجديدة. ثم بعد ذلك ننتظر قليلا، سأقوم بإرسال الكود. بعد ذلك سيأتيني الكود مباشرة إلى رقم الهاتف الخاص بي. بعد ذلك سأقوم بإضافة الكود هنا 87 8 7 7 2 8 كما تلاحظون هذا هو الكود. كما تلاحظون جيد، بعد ذلك ننقر هنا على إرسال. كما تلاحظ معي هنا ستظهر لك هذه خيارات الأمان الإضافية، ستقوم بالنزول إلى الأسفل، ستجد هنا أغلق حسابك، يؤدي غلق حسابك مايكروسوفت إلى حذف كل البيانات المقترنة بهذا الحساب كما قلت لكم مسبقا. فعندما يتم حذف هذا الحساب سيتم إلغاء جميع البيانات المتعلقة بهذا الإيميل. سنقوم هنا بغلق حسابي، تقوم بالنقر هنا على غلق حسابي. جيد، بعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة، ستختار منها إحدى الاختيارات التالية كما تلاحظ معي للتأكيد من أن هذا الإيميل جاهز للغلق، نقوم بالنقر على التالي. جيد، بعد ذلك كما تلاحظ هنا بعد 60 يوما سيصبح هذا الحساب غير قابل للاستيراد. فكما قلت، فإذا كنت تريد أن تقوم باستعادة هذا الحساب في غضون أقل من شهرين يمكنك أن تقوم باستعادته، لكن عندما تنتهي لمدة شهرين لن تستطيع أن تقوم باستعادة هذا الحساب. جيد، بعد ذلك يمكنك أن تقوم هنا بإضافة هذه الإضافات، تقوم بوضع علامة صح على جميع هذه الإضافات. بعد ذلك ستقوم بالنزول إلى الأسفل، ستقوم هنا بتحديد السبب الذي تريد أن تقوم بغلق هذا الحساب. مثلا سأقول له مثلا استخدم حساب آخر، ثم بعد ذلك أقوم بالنقر هنا على وضع علامة أمام حساب لإغلاقه. كما تلاحظ معي هنا سيتم غلق هذا الإيميل كما تلاحظ بتاريخ، كما تلاحظ معي هنا كما قلت لكم سينتهي في غضون شهرين كما تلاحظ معي هنا 2017 في شهر 8 2017. يمكنك إلغاء عملية الإغلاق وإعادة فتح حسابك من خلال تسجيل الدخول كما قلت لكم. فإذا كنت تريد أن تقوم بحذف هذا الحساب نهائيا، لا تقوم بعملية تسجيل الدخول إلى الإيميل الخاص بك حتى لا يتم استعادة هذا الحساب. لهذا يجب عليك أن لا تقوم بالدخول إلى الإيميل لكي لا تقوم باستعادته. أما إذا كنت تريد أن تقوم باستعادة الحساب، فقط يمكنك أن تقوم بعملية تسجيل الدخول، بعد ذلك يمكنك أن تقوم باستعادته أو إلغاء عملية الحذف. جيد، سأقوم بالنقر هنا على تم. فكما قلت لكم طريقة رائعة جدا، يمكنك أن تقوم بإغلاق حسابك. أما إذا كنت لا تريد، فيمكنك أن تقوم باستعادة حسابك بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك كما تلاحظ معي هنا. فكما قلت لكم العملية بسيطة للغاية، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي شرحت لكم في هذا الدرس.
وإن شاء الله ستتمكن من إغلاق حسابك بصفة نهائيا بطريقة سهلة جدا. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكذلك الاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعة. إلى دروس قادمة إن شاء الله.